صوت العرب من القاهرة. ساعة مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. صفيني مرة ظالم بتقولي بكرة يا حلو يا اسمر يا موعدني بكرة اسمر اسمر. كل الاغاني دي وغيرها من تاليف ضيف حلقة اليوم المؤلف الاستاذ سمير محبوب. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. مش عارفة لو نبدأ نقول اللي يعني القارئ لمؤلفاتك بيحس بالطبيعة قوي فيها، ده له تأثير في عن يعني نقول البيئة كان ليها تأثير على الحتة دي في تأليفك؟ قطعا. يعني عاوز أقولك إيه، أنا في المرحلة اللي زي ما بيقولوا بتاعت الطفولة دي عشتها في الخضرة والمساحات الكبيرة من الزهور، عشت في الضواحي. فين؟ في ضواحي القاهرة مثلا، الزيتون، حلمية الزيتون، المطرية. أنا من مواليد المطرية. الفترة دي وقتها كان بقى معظمها خضرة مش زي دلوقتي الأحياء السكنية. لا أعوذ بالله. أنا يعني شوف بقول لسيادتك دي طفولتي هناك، لو أروح النهاردة بتوه. وأنا كنت يعني زي ما بيقولوا دايسها كلها، لأنها كانت عبارة عن كل أسرة معروف. كل أسرة في فيلا معروف، ده بيت مين وده فلان وده فلان وده فلان، عيلات عارفة بعضها. فكنت زيتون دي أخدها رايح جاي بالحلمية نتمشى. يعني فتحت عينيك على الخضرة، المساحات الخضراء الحلوة دي من الزهر والمساحات الخضراء والطيور والرائحة الجميلة بتاعت والريحة الجميلة. الأزهار مفيش شك. يعني النهاردة تقولي الواحد ياسمين يقولك أنا بسمع الياسمين ده بيشوفوه فين؟ يعني طب الياسمين ده إيه بالظبط؟ أو زهرة. إنما مش بيشوف في محلات ورد مثلا، يمكن واحد ما بيشوفش الورد، لو فات في محل بتاع ورد هيلاقي ورد أصفر وأحمر إنما الياسمين ده ما يعرفش إيه حكايته بالظبط، لأنه ما بيتباعش عند بتاع الورد. ده بيدبل متى يا دوبك يعني. فالياسمين ده كان موجود بطريقة غريبة، طول ما أنت ماشية تشم ريحة الياسمين في الجناين، زرع مغطية السور بتاع الجنينة، أو في حاجة اسمها الفتنة. شجر ليه ريحة كده زهر أصفر وليه ريحة جميلة جدا. حاجات غريبة قوي. فطلعت ان انا احب الهدوء، الجمال بتاع الطبيعة في الخضرة والورد والألوان المختلفة والجمال ده. ده جمال احس بيه من صغري طبعا، ودي اجمل صورة للجمال الطبيعة. احس بالحلاوة. قعدت في هذه المنطقة قد ايه؟ يعني كل الطفولة بتاعتي لغاية سن 11 سنة مثلا. طب كان في هوايات بقى يعني بتحاول تترجم هذا الجمال لهواية؟ الرسم. اول حاجة يعني حسيت ان انا دي مش عارف يعني ما حدش، طبعا انا كنت بدرس كتلميذ عادي ابتدائي يعني او فروض ابتدائي بيدوله جامع وحساب ومش عارف. انما انا بقى ايه عاوز ارسم، فامسك القلم ارسم فيلا، ارسم عصافير طايره، عصفوره، ارسم القطه، ارسم البط، البقره، الخضره، مثلا الساقيه، الحاجات اللي انا بعيش وشايفها دي قصاد مني. الراجل بيبيع حاجه على حمار بجنبتين ارسمه، الحاجات اللي بتبقى بعيشها وشايفها وبلمسها بنشتري من الراجل ده. ويبقى في السقف في الفتره اللي زي دي او في الفتره اللي انا عشتها دي، برغم الفلل دي الا انك اخر النهار تقدر تشوف الناس اللي راجعين من الغيطان جايبين ايه، مثلا ملوخيه خضراء، مشان كوسه لسه اطفنها ايه، حاجات دي. انا اللي بشوفه ده راجل بياع اللي بيبيع السمك، وجنبينا في حاجه في الفتره دي اسمها ترعه الحلوه او ترعه الاسماعيليه المعروفه دي. كنا احنا بنقول عليها ترعه الحلوه او اسمها معروف الحلوه. الناس جايبين سمك بيبيعوا لك شروه مش فاهم ايه، يعني الجمال ده. كنت تقعد تتامل كل ده بقى وانت صغير؟ لا داعي يعني ولا ده انا مش عارف ايه ده. الفتره دي
اللي انا عشتها دي في الطفوله دي تالتها مرحله بتختلف اختلاف كلي عن هذا. مرحله ابتداء الدخول على سن شبابي. خلصت مرحله ابتدائي هخش مرحله ثانوي بقى. في الفتره دي يعني هلاقي في ثانوي بقى تلامذه اكبر مني وحاجات كده، وفي تلامذه متجوزين. ف اولا في الدراسه لقيت ناس مختلفه غير البيئه اللي انا كنت عايش فيها دي، وحاجه كمان تانية كانت ليها دخل كبير قوي في حياتي، ان انا اتنقلت من هذا الهدوء والجمال والطبيعه دي مره واحده، لقيت نفسي في القاهره مره واحده. من الزيتون لقيت نفسي في القاهره، بركب قطر والزحام والطلبه يعني في القاهره المدرسه، رحت مدرسه في القاهره وانت مدرسه في الزيتون. رحت مدرسه في القاهره، بقيت اركب القطر وحاجات زي كده، ودي حاجه خطيره جدا على واحد وحيد. حضرتك مالكش اخوات خالص؟ ليه اخت واحده اصغر مني، انما في الفتره دي انا بقى بروح لوحدي واركب الابونيه ويوصلوني القطر لما اخدت على ان انا يعني اروح لوحدي. ويركبوني ويجيبوني كده كم مره لغايه اما يعني وشد حيلك وبتاع وما تخافش. طب كنت بتعمل ايه بقى في الضجيج والصخب وانت اللي واخد على كبستني بيني وبينك؟ اتكبست يعني. ازاي؟ انا مش يعني اتخضيت والاقي طلبه طبعا شباب كبار، واللي بيعاكس تلميذه او بيعاكس رقم حاجات ما بعرفهاش ومش قادر اترجمها ايه دي. في القطر مثلا، وبعدين نزلت من القطر مباشره الاقي ميدان محطه مصر، بقيت اتوه وعدي زي اللي جاي لسه من الريف لاول مره، وبص لقى ترميات وطنبلات وحاجات بتجري واستنى وحاجات كده خطيره. انا بلف الزيتون والحلميه بلدين رايح جاي على رجلي، انا هنا تهت. فروحت في مدرسه في باب الحديد ووصلت، بقيت بس يعني بتتفرج ومن بقى انا مبهور يعني الحكايه دي. فسقط، فقالوا لا ده مش طريقه بقى يعني، ده الولد دي يروح مستقبله كده ومش فاهم حاجه، ودي نشوف حته نسكن فيها. شوفي كان زمان نشوف حته ايوه نسكن فيها وتكون جنبها مدرسه عشان الولد يبقى هناك. فراحوا نقلني امكانيه. الكلام ده من كام سنه؟ حاجه من فوق 30 سنه، 35 سنه الكلام ده. اتنقلت بقى فين؟ جينا العباسيه. قعدنا في العباسيه. بس العباسيه بقى في الوقت ده يعني بتصور انها كانت بتجمع بين الاثنين. اسم الله عليك. بالظبط، كان العباسيه فيها الاثنين، كان فيها الخضره والحلاوه والجناين والفيلا، وكان فيها الصخب. ترمي ايه وعمارات ومدن وشوارع وشوارع وطنبلات بقى واتوبيسات وترميات وخطوط وحكايات كده. وبعدين بقيت امشي خطوتين زي زمان اما كنت في البدايه الاول. امشي خطوتين اروح مدرستي وارجع. ف ابتديت ابص بقى اقابل شباب بقى اكبر مني وحاجات كده وعلى النواصي ايه وشباب بقى حياه وانا حياه بقى. لكن الدراسه مشيت. الدراسه ماشي، انا ماشي في الدراسه بتاعتي الحمد لله وماشي واقولي ربنا ستر. في الفتره دي قابلت محمد الموجي في الدراسه. هو كان بيخلص وانا لسه داخل. فيا دوبك قعدنا يعني سنة يمكن سنة مع بعضنا، لأن هو كان ساكن ورا مني في العباسية. يعني عشنا فترة من السنين الثانوي دي. كان أنا بحاول أكتب وهو بيحاول يعمل جملة مزيكا. عود مكسر عنده ويصلحه ويتكسر، وتلميذ يعني غاوي وأنا برضو غاوي كتابة ومش فاهم إيه. وكنت بتكتب، ابتديت يعني مثلا تكتب في المدرسه، تكتب حاجات خاصه بيك؟ بكتب بيني وبين الكلام فاضي طبعا. انا بكتب اي حاجه بقى هنا بقى يعني بقى يتهيألي ان انا بكتب طبعا، دي مش كتابه. والتاني بيتهيألي ان هو ملحن كمان، فبقيت اللي اديهوله يروح واخده وملحنه ان شاء الله قايل له يا اي حاجه يعني. وفين بقى يعني بينكم وبين بعض بس ما بتحاولوش تعرضوه على بعض الاصدقاء؟ في شلل بقى، احنا بقينا بقى راجل بقى بيطلع بالعود وانا جنب منه. واحد صاحبنا اخته بتتجوز، واحد صاحبنا مثلا اخوه نجح خد الدبلوم الليسانس وعاملين ايه شربات، فهو عارفنا يعني وجيران. فيجي سمير والموجي فاروح رايح ومحمد بالعود ونعمل زيطه وشويه فانتازيه يعني ونمشي. طبعا دي كانت حاجه بنحاول ما نقدرش نكبتها. هو عاوز يقول وانا بغني معاه كمان. يعني لسان طويل واحنا الاثنين بنغني زي ما انت عايزه. ما كناش وحشين.
مش فاكر حاجه. الشهاده لله. لا يعني كنا بنقول حاجات اللي ماشيه في السوق وقتها لعبد الوهاب لعبد الغني السيد. لا لا, لا من تاليفك. لا تاليفي ده كلام فاضي زي ما قلت سيادتك. ده احنا ده كده يعني حاجات زي ما تقولي اهو الراجل بيقبلها مني. هو كمان هو يعني هو كان بيلحن هو خد على انه ملحن وانا بديها له على المؤلف وبتاع يعني احترامات وبتاع متبادله. لكن استاذ سمير يعني ما حبيتش بقى تقرا مثلا الشعر, تقرا الكلمه المكتوبه اللي بتحاول تعبر عنها؟ اما في الفتره دي بقى سرقنا السكينه. انا داخل على حياه جديده وبتاقلم عليها وسريعا وانا اوام اتاقلمت عليها, فبقيت يعني ابن واحد من عيال الحته ووالدي معروف في العباسيه مش فاهم ايه, ومن ضمن ناس مفهومين, وانا شاب من الولاد الصغيرين بتوع العباسيه. بلعب رياضه, بلعب كوره, والعباسيه كانت مشهوره بالكوره قوي, فانا بلعب كوره واصحابي لعيبه الكوره واخواتي الكبار لعيبه مصر وحاجات كده. ومدرستي فؤاد الاول طلعت احسن لعيبه مصر, محمد الجندي, عبد الكريم صقر, الناس العظام دي كلها من فؤاد الاول. فيعني احول انا عن الحاجه اللي هي منتشره في العباسيه الرياضه مثلا كوره بوكس, لان ابقى مؤلف وتقولي لي اقرا, ما فيش فرصه. يعني الحياه خدتك يا بلعب كوره يا بتالف يا بتغني مع يا محمد الموجي بغني يا بذاكر يا شويه يعني بتنط. امتى اقرا ده بقى؟ وكنت بتنجح وبنجح. طب الاهل ما كانوش يعني خايفين عليك وانت الولد الوحيد في العائله؟ ما عندهمش فكره انا بعمل ايه. ده كانت ده انا بكتب كتيمي. لا انت فاهمه سيادتك, وبتحيي حفلات مع الاستاذ الموجي ما يعرفوش, وانا بعي حفلات يعني يجي متعاد ياخدنا. لا جار صاحبنا فلان تعالى يا سمير محمد هنروح عشان ايه؟ اختي كاتبين كتابها وبتاع ومش عاملين حاجه وهنقعد احنا في اوضه كده ونغني ومش فاهم. اروح معانا ومحمد بنقول وممكن يكون في يعني فعلا ليله ومش عازمين حد, ناس على قد حالهم بتاع ظروف, وما كانتش زمان يعني مش المساله حبكه قوي يعني لازم يجيبوا المطربين فلان الفلاني والمونولوجيست لا لا يعني كانت الناس ساعات بتداري على شمعتها اوام مختصر والشربات والف مبروك وخلصنا. والملبس والبونبوني والحاجات دي ما كانش موجود النهارده, ما فيش الملبس ابولوز مثلا ده اللي انت بتقولي عليه دوت. الناس يعملوا العزومه والملبس الاحمر والاصفر والحاجات دي ومش جايبين حد, يجي يقول لك والله ما عندناش حد. لا ما احنا شربات فاحنا كنا نروح نغني مش محترفين. ده احنا معرفه اخو العروسه او الى اخره او جيرانهم وسامعيننا طول النهار بندب عند محمد ومحمد قاعد فوق سطوح, فاحنا طول الليل عاملين بنذاكر. انا عامل بذاكر وفي البيت ما يعرفوش انا فين, انا بذاكر عند الجيران وانا مش في البيت اللي جنبي. الجيران دول يعني ممكن بيني وبينهم 20 بيت بس جيران فانا عند محمد وفوق السطوح وهو بالعود وقاعد عند اخته بقى, ده مش في بيتهم ده انا في بيتنا. ده ما هو قاعد عند اخته بقى ومن الفلاحين وبيدرس هنا في مصر ويطلع العود ونغني, فالبيت كله عمل ليالي احيينا الليله الليالي كلها بتاع البيت ده مثلا. فما كانش في يعني فرصه عشان اقرا. وابقى لا عارف ان كنت حبيبك ولا فؤادي مالوش في نصيبك. وابقى لا عارف ان كنت حبيبك ولا فؤادي مالوش في نصيبك. واجي اقول لك ساكت كده ليه ما ترد مره, وافضل حيلك وبعد ايه تقول لي بكره. اجي اقول لك ساكت كده ليه ما ترد مره, وافضل حيلك وبعد ايه تقول لي بكره. يا اقول لك ساكت كده ليه ما ترد مره, وافضل حيلك وبعد ايه وبعد ايه. صدقك برضو ولا تكلم من خوفي
صدقت برضو ولا اتكلم من خوفي عليك. لا تتكلم وتقول لي بكرة وتقول لي بكرة وتقول لي بكرة. طب استمرتوا كده لغاية كان استاذ موجي في اخر في نهاية بقى كان نهاية ثانوي تقريبا محمد وبعدين راح يتجه للزراعة في شبين فساب بقى العباسية وانا كمان كنت اتجهت للبحرية التجارية بعد ما خلاص الثانوية يعني رحت بحرية التجارية يعني نقلة تانية خالص في البحرية التجارية زي ما تقولي هنا بقى استقلال لوحدك بقى لوحدي وعشت فترة لوحدي قعدت قد ايه 4 سنين في اسكندريه لوحدي طب اسكندريه بقى يعني بجمال طبيعتها ده ما داش استرجاع للطبيعه وجمالها رجعت بقى البحر والسماء وزرقه السماء الجميله والحلاوه بتاعه البحر والوان وده في الوان في البحر ممكن يبقى اخضر ممكن تلاقيه يبقى احمر ممكن يبقى ازرق ممكن يبقى ابيض الطبيعه بقى لقيتها ف يعني حنيت للأولاني والصورة واسترجعت اللي فات مع الصورة دي فبقت في حاجة بتزقني يعني بقيت أحس زي ما أقولك إيه بالبلد أقدر أقولها لك أنا مش عارف أقولك إيه زي الطلق حاجة عاوزة تطلع أنا مش فاهمة إيه يعني. أما سبت البحرية وجيت هنا بقى لقيت إن أنا لازم أمسك قلم استحال اولا ان انا اشتغل في البحر لان انا اتضح ان انا راجل مدام زي ما قلت لسيادتك ان الطبيعه ليها اثر كبير في حياتي او اختلاف البيئات اللي انا اتنقلت منها دي الطبيعه كان ليها اثر اكبر حسيت ان انا يعني كل شيء جميل بقيت احس بيه وعاوز اعبر عنه فمن هنا باي شيء جميل يلفت نظري صوره تابلو انسان منظر حادثة جميلة وفاء أي صورة من صور الجماليات بقت تسيبني فعاوز أكتب وبعدين كبرت أنا بقيت شاب دخلت في مرحلة شباب في فترات مراهقة إنما الحمد لله مش عاوز أقول للأسف الحمد لله إن أنا مريت في هذه الفترة بمنتهى السرعة بمنتهى الحلاوة إن أنا خدتها يعني أستفيد منها فابتديت أكتب بكتب كلام فاضي كأول حاجة زي ما كنت بعمل أنا ومحمد وإحنا في مدرسة لسه كنت بتكتب إيه بقى؟ برضو كلام فاضي في الفترة دي إنما اتحددت شخصيته بقى لما قصدت بقى أن أنا قلت بقى أنا سايب البحرية وزي ما تقولي من الأعيان بقى سبت البحر وسبت كل ده ومانيش موظف مش قادر بقى تكمل في البحرية كنت لا رغم ان بتحب الطبيعة والبحر وكان ممكن كل يعني ده انما انا اتضح ان انا راجل اجتماعي احب الناس واقعد معاهم ما اقدرش يعني ما اقدرش تقعد مثلا بالايام انت والمية والسماء اتعب عاوز اشوف ناس لازم اشوف الناس واكلم مع الناس والناس وانا وانا احب الناس تحبني وانا بحب الناس فبحس ان انا ناقص حاجة مفيش هكلم مع مين اكلم مع روحي مثلا ولذلك تلاقي هنا هو ان انا لما جيت كتبت كنت بكلم حد بتكلم ايوه بتخاطب دايما في تأليفك فعلا بتقول لي بكره صافيني مره يا موعدني ظالم وكمان رايح تشكي تحس ان انا بكلم حد انا عشت ما بتكلمش مع حد عاوز اتكلم فحصل لما جيت بقى هنا وسبت ويمكن عشان حضرتك وحيد استاذ سمير محبوب برضو الوحيد بيبقى حاسس ان هو محتاج الناس اكتر يعني ما فيش في بيته اخوات مكتفي بيهم او مش مكتفي قوي مكتفي شويه فبيبقى محتاج الاصدقاء محتاج الصحبه محتاج الزماله ما فيش شك ما فيش شك وبعدين دي خطيره جدا وللاسف كانوا بيقولوا ان الوحيد ده او الحيله يبقى يدلعوه كلام من ده وحياتك ابدا انا لا اعرف دلع انا كنت بتربى في بيتنا ميري فما عرفتش حاجه اسمها دلع ولا كلام من ده ابدا كاني عندي 20 اخ تصوري هو بيبقى ساعات خوف لحسن هذا الحيله يبوظ يعني ما هم كانوا فاهمين كده طبعا الوالد والوالده العمر الطويل ليكي طبعا عارفين ده قال لك الولد يبوظ وحاجات كده يعني محلقين عليا يا دوبك انا سبتهم من رحت المحكات البحريه دي وعدوك
ابتدت الحياة بقى تاخد صورها والناس واخد مفاهيم معينة من حاجات انا بقى زمان بقى كنت بشوفها ايه ابصر ايه. طب كنت بقى مثلا تتفرج على مسرح، تتفرج على سينما، تقرا حاجة، يعني الفنون بشكل شامل ولا بس حتة ان انت عايز تكتب؟ لا والله في الفترة دي وانت لوحدك بقى في اسكندرية. وانا لوحدي في اسكندرية كنت بشوف شغلي دراسة، لان انا ما احبش رياضة، والدراسة في البحرية كلها رياضة للأسف. كانت متعبة جدا. وكويس قوي ان انا زي ما قلت لسيادتك ان انا باجد الفترة اللي انا اقدر اختلي فيها مع روحي بصدق. فما فيش احلى من ان انا يعني اترجم ده بعد او اختزله. لغاية ما جت اللحظة اللي لقيت نفسي ان انا لازم اطلع، طبعا فطلعت مشوشة اول صورة، الى ان سريعا متى اتحددت الصورة دي وقدرت اكتب، يعني اكون راضي عن نفسي ان انا كتبت نص اقدر اوريه لزيد من الناس او فلان او الى اخره. طب استاذ سمير، يعني الوالد والوالدة ما تضايقوش لما تركت البحرية بعد ما قضيت فيها حوالي 4 سنين؟ يمكن الوالد ما كانش راضي في الاول اوريدي من الموضوع ده، لانه قال للوالدة انت عاوزاه بقى يطلع بتاع سمك بقى ولا مراكبي ولا نجيب له مركب وننقله يعدي بيها الناس ولا ايه بالظبط، معديه يعني يمسك معديه يعني، ولا يبقى رئيس معديه ولا صياد سمك. يعني هو ما كانش راضي انك تلتحق بالبحريه. والوالده هي اللي وافقت، وهي اللي دفعت لي المصاريف. ليه؟ هنا بقى ناحيه الدلع اللي بنقول عليها بقى. ام بقى ومفيش غيري وبيني وبينها، ونفسي بقى يعني انت كان نفسك تروح البس. لا عاوز البس، لان كل الشله وكل اصحابي لبسوا حكايه الشريط الاحمر ده، وده كانت موضه بقى. كليه الحربيه وكليه البوليس، وما كان اسمها مدرسه البوليس الاول. وكليه الحربيه وحكايه والشريط الاحمر واصحابي. دي طلعت اغنيه على ابو الشريط الاحمر. فانا بقى سبقوني وكان عندي ملحق. فاروح فين واجي منين؟ لازم الحق اخش اقدم في البحريه وامتحن من منازلهم وحاجات زي كده. المهم بقيت في البحريه وريه، ولبست البدله ويونيفورم لابسه، والمس دريس والباتل دريس، ودي كانت حاجه غريبه في حياتنا في الفتره دي، ان البحريه يعني تبقى منتشره. كانت اول حاجه بيبانوا فئه قليله جدا. البلد مليانه شريطه حمراء، شريطة حمراء بتاعت الشرطة أو البوليس، والشريطة حمراء بتاع الكلية الحربية، واللي لابسين أبيض دول والزراير وبرنيطة دول قليلين جدا، عشان هما مبيبقوش في القاهرة عموما، بيبقوا في اسكندرية. وبعدين بالذات أسمر. وفي الحكاية دي كانت نادرة جدا. البحرية دي كانت بيقولوا عليها بتلم ولاد اللي مش فاهم إلم الدلعين، واللي ما نفعش في مدرسة يودوه البحرية التجارية، واللي بواسطة كانت لسه جديدة. وكان لسه يعني بتتكون نواه للاسطول المصري. وكان في كم شركه هنا بيشتغل، وانا كنت في شركه من دول في المدرسه بتاعتها. شركه علي امين يحيى، وكان في عبود ومراكب للشركه دي، ودي انا بقى بتمرن في مدرسه من دول في مركب. كنت هتنتقل بعد كده ل طبعا ما كنتش ما كنتش هعيش على طول طول حياتي في بحريه تجاريه كده مثلا ابطان او الى اخره. لا انا كان دي طريقه الوالده بقى كانت رسمه لي هي في دماغها بقى لما انا اخلص قال ايه، فاحول للسلاح البحري الحربي، وده كان ممكن يعني برضه بحكايه الواسطه وممكن وفي امكانيه يعني. انا راجل دارس بحريه فممكن قوي اروح سلاح، ده ايزي جدا. ضرب نار والى اخره. وبعدين العلوم اللي بتدرس هنا اكتر، اللي في العلوم اللي في التجاري اكتر من الحربي، بس هناك تكتيك وحاجات زي كده وضرب نار وحاجات من ده يعني. الفرق بس في حكايه حربيه تقدر تاخديها كورس تلحق زي ضابط احتياطي. فيعني كانوا رسمين حاجات ما اتنفذتش. انا ما تأقلمتش خالص في الحدوته دي ولا الميري ولا حاجه. انا راجل بتاع ناس واحب الناس وحاجات زي كده، واحبهم، انا احب الناس كده يعني، واصحابي كتير قوي، وانا يعني زي ما تقولي عشري. طب سبت بقى اسكندريه بالبحريه وجيت القاهره مره اخرى. عملت ايه بقى؟ جاي بقى مفيش يعني جاي جاي ملط بقى. انا راجل ما يعني معلش صفر اليدين طبعا. راجل ساب بحريه يعني حياتي يعني انت ايه بالظبط؟ فانشغلك بشهادتك يعني بكالوريا، شغلوك بيها وشغلوني موظف عند واحد قريبنا وكيل وزاره، وقريب بقى وكيل وزاره. فاشتغل بقى، فاشتغلت موظف بيه. وبعدين اشتغلت في صحافه. الحاجه اللي بتحبها بقى.
ابتديت تكتب بقى. فكتبت ريبورتاج وكتبت في صحائف الفترة القديمة اللي هي قبل الثورة. وفي زمايل صحفيين موجودين لغايه دلوقتي معايا حبايبي يعني واصدقائي وناس كبرت طبعا دلوقتي، وانا سبت الصحافه دي من زمان وهم النهارده ليهم مراكز كبار قوي في الصحافه. مثلا عاشور عليش، حازم فوده، صلاح حافظ، يا ستي مين تاني كتير يعني، علي الدالي، طغان، رشاد القوصي، رسامين كاريكاتيرست دول، وفي مصورين زي رشاد. ويعني طب كنت بتكتب ايه يا استاذ سمير؟ يعني كنت بتكتب مواضيع ولا بتكتب شعر ولا ايه؟ لا بكتب مواضيع، بكتب تحقيق صحفي، اكتب ريبورتاج مثلا، اكتب تحقيق صحفي، اكتب قصه صغيره. كنت بتكتب قصه؟ اكتب شعر على قدي. وكان في الوقت ده بيكتب مصطفى حمام وعاشور عليش كان بيكتب، ومصطفى حمام، وفي دكتور يسري احمد، في ناس كانت بتكتب في الفترة دي، ناس شعراء كويسين جدا، وانا يعني الصغير بتاعهم. وانا يمكن كنت اصغر واحد بيشتغل في الفترة دي في الوسط، انا كنت صغير جدا في الحكايات دي. طب امتى بقى ابتدى حكاية التأليف الغنائي تتحسس طريقك فيه؟ وانا بقى صحفي وموظف حكومة وصحفي، وبقول لك بشتغل موظف من الاعيان وصحفي طول النهار قاعد في جورنال، واعمل تحقيق صحفي عن مش فاهم موضوع، عن السكه الحديد، موضوع عن بلد حصل فيها حريقه في قريه مثلا، انا بروح بوصف ايه اللي حصل وايه الحكومه عملت ايه واثرت في ايه، وحاجات تحقيق صحفي، واسافر ويسافروني واروح واجي اكتب وانقل الوصف مظبوط او اعبر عن الموضوع ده فعلا وجهه نظري ايه. وما تفهميش كان بيطلع كويس زي، انا كان نسيت اقول لك حاجه لطيفه قوي، ان الله يرحمه زكريا الحجاوي هو اللي علمني حكايه الصحافه دي. يعني لينا برضو واحد معرفه، كان لي صديق اسمه اظن صحفي قديم، الاستاذ محمد السوادي، كان عنده جريده اسمها جريده السوادي في الفتره دي في الخمسينات. كان زكريا الحجاوي عنده، فقال له خد يا اخي ده راجل قريبنا وغاوي كتابه، فيعني علمه خده معاك. فاخد زكريا الحجاوي بقى يفهمني ازاي، والحبكه والتوليف المواضيع والفبركه كل ده فهمته من زكريا، ورحت سايبه في السوادي وراح في جريده تانية وثالثه ورابعه. واشتغلت صحفي، عرفت يعني الطريقه وسريع بقى، وانا بحب الكتابه ودي اقرب حاجه ليا جات لي ان انا اكتب. الى ان لقيت ان في بقى يقابلني في طريقي كصحفي ناس مؤلفين غنوه، وبسمع عن فلان وفلانه ومطربين، وانا غاوي فن بقى ده فيا بقى ده، فانا قاعد لهم بقى رايق. فاهلا وسهلا نكتب بقى، تشوف الناس دي بقى اللي انا ما اللي كانوا بعاد عني دول. فابتديت اكتب بقى. هنا لما ابتديت اكتب في واحد بقى زميل سايبينه احنا من زمان قوي بقى، ما اعرفش عمل ايه، فلقيته بيشتغل في الفلاحين معاون زراعه استاذ الموجي. تعال يا محمد الحق يا ابني، ده انا بقيت مؤلف. كنت بتالف لمين؟ بالف في محل. انا كنت كتبت حاجه في اخر سنه البديعه ما صابني، يمكن كانت في مصر. حاجه اسمها يا دلع دلع، رأسة مجموعه حاجه كده، بقول لك راس مجموعه يرقصوا 12 واحده 10، وفي وسطيهم صاحبه المحل بديعه ما صابني ترقص، مش فاهم ايه حاجات كده. فقالت لي بديعه مصابني دي انا بسمع طبعا عندها كل فنانين مصر وبشوفهم، وبالذات كانوا في المحل اللي هو كازينو اوبرا الحالي ده، واشوفهم في التراس واشوفهم هم داخلين وطالعين وحاجات كده، واقعد في التراس اشرب فنجان قهوه شاي. ف بقيت شايف ده فلان وده فلان مش فاهم ايه. ف وصلت الست بديعه مصابني دي، قالت لي انا ما بعملش الحاجات دي اللي انت بتعملها دي، وقلت لها بقى انا بعمل شيء الفلاني، وريته لها وقعدت اسمعها، فقالت لي انا هاخد منك دي راس المجموعه دي اللي عملتها، وانا هكلم لك فلانه عندها محل ومسرح وبتعمل السكتشات والحاجات دي. طيب متشكر. كلمت لي واحده اسمها صفية حلم صاحبه محل في الفتره دي، انا ما اعرفهاش طبعا، فروحت لها. الست رحبت بيا، وكان عندها مؤلفين وملحنين في المحل، واشتغلت معاها بقيت مؤلف. قالت لي ايوه اعمل دهوت، وعجبها الاستعراض الفلاني عملته. الله، طب ما بقيت انا بقى مؤلف اهو بقى يعني، طب وانا محمد الموجي يجي بقى يلحقني، لان لقيت ملحنين وحاجه كده لسه ما اعرفهمش. فجبت محمد الموجي، ف
فجاه من شبين بقى دي من البلد اللي كان فيها معاون زراعه ناظر زراعه حاجه كده بتاعت زراعه انا ما اعرفهاش في الفتره دي ايه بالظبط معاون ناظر. المهم يركب حصان وبتاع ولا حمارة ويلف في الفلاحين والشمسية والحركات الصورة بتاعت زمان دي. فالراجل ما صدق يا عيني برغم الزبدة والقشطة بقى والحاجات بتاعت الخيرات والبيض والريف والزيارات. فجاه الراجل يعني الحق او الشهادة لله على طول قدمته لصاحبة الشغل المحل ده وهو محمد بقى ملحن ومطرب وتغني كمان. اذا هنا بقى اللي احنا كنا زمان يعني بنحاول نعمله بصورة مهزوزة او مشوشة بقى في امكاننا هو بقى او الناس هتسمعنا وانا هعمل كلام وهيبقى الناس يسمعوه وهقولي لي الله او اخي ومحمد هيلحن ويغني. وحصل من هذا المحل انتقلنا لعشرات المحلات للبلد كلها. بقينا مفيش محل تروحين لما تسمعي سمير محبوب محمد الموجي في فترة ما في الخمسينات يا مطربة يا مطرب في المحل ده يا في المحل ده عامل استعراض تأليفي ولحن محمد يا سكتش يا رأسة مجموعة يا مطربة برضو هنا ومطرب يا منلوجيست حاجات كده هو اللي كانوا موجودين في الوقت ده. من هنا بقى ابتدينا نخش الإذاعة الناس منتشرين هم في كل حته تخش تلاقي سمير بوك. طب ايه يا الله اذا كنا بنكتب في كل دول يبقى الاذاعه يعني مش شايفانا. فوصلنا للاذاعه ازاي بقى؟ كانت الاذاعه في الفتره دي بتعمل حاجات اسمها اركان شعبيه ركن الاغاني الشعبيه والاغاني الخفيفه بمصاحبه احمد صبره عزه الجهلي حاجات كده. فمحمد الموجي خد ركن زي ما بيقولوا الاركان ديت ركن اغاني شعبيه و انا بكتب الركن ده. فبقينا بقى رسمي بقى في الحكومه بقى بتقدموا برضو اغاني بتكتب بتالف واستاذ الموجي يلحن ويغنيه. مال وركن الاغاني الشعبيه باشراف محمد الموجي كلمات فلان والحان فلان زي بيقولوا كده دلوقتي. بقينا مؤلفين رسمي بقى الحكومه بقى والاذاعه بتقول اهي ان انا مؤلف ودي حاجه كبيره قوي طبعا عندنا. طبعا ان انا اثبت ان انا مؤلف ومحمد يقول يعني يثبت ان هو ملحن دي حاجه امنيه كانت كبيره قوي. شوف سيبنا كل الكارير اللي احنا ماشيين فيه او اللي اتجهنا له غيرت انا كم مره ومحمد عشان نيجي نشتغل في ومحمد برضو لما ساب الفلاحين دي وجانا قابلته ظروف صعبه جدا طبعا لانه كان متجوز ومخلف في الفتره دي وقاعد يعني عايز اقول مستقر ومحتاج للوظيفه الثابته دي فازاي يجي يعني يترك ده كله لانه فجاه ومشينا يعني الا ان قابلت عبد الحليم حافظ. يعني اتعرفتوا بيه ازاي؟ عبد الحليم انا قابلته في معهد الموسيقى العربيه بيعمل بروفه كان مع كمال الطويل في لحن لصلاح عبد الصبور كلام صلاح عبد الصبور كان قصيده لقاء بعد عامين التقينا هنا وكمال قال لي اسمع فاستعجبت لان لقيت واحد صغير برضه ودي كانت من نادره ان انا اشوف واحد صغير في الوسط بتاعنا ده فلقيت واحد صغير برضه فكنت مبسوط جدا ان انا لقيت واحد صغير برضه يعني فكلمته قعدت شويه كده زي ما تقولي خمس دقايق حسيت ان انبسطت قوي الخمس دقايق اللي قعدتهم او الثلاث دقايق ما انا عاوز اقول لك ثلاث دقايق تقريبا او دقيقتين والباقي اعجاب انا كنت معجب جدا باول جملتين يقولهم عبد الحليم ومبسوط جدا فما قدرتش اقعد وبقيت سعيد ان لقيت الصغير ده او اللي زي حالاتنا ده بيغني كده حلو فعاوز اعرفه بقى واقعد اتكلم معاه فقلت له انا مستنيك في الجنينه الراجل خلص بروفا وجا قاعد معايا فقال لي بقى انا فلان وعملت بشتغل الحته الفلانيه وعازف اوبوه تعرفنا بقى على بعض هنا فقلت له والله انا ليا زميل بيشتغل في فرقه في اسكندريه انا ما كنتش قادر بقى عشان موظف انا هنا حكومه مش قادر اروح اشتغل في مع فرقه في اسكندريه فقلت له هعرفك بيه وده ملحن كويس قوي ومحمد الموجي اللي ليه اركان في الاذاعه وحاجات زي كده والالحان والمحلات ومش عارف ايه بقى يعني الراجل ملوش في الحكايه دي ولا يعرف حاجه عبد الحليم الحاجات دي اطلاقا ولا بيعرف اركان شعبيه ولا بيعرف محلات ما كانش لسه دخل الاذاعه ولا كان دخل لقاء دي لا قبل لقاء غنى الدكتور سعيد عمدو وغنى الخليل الاستاذ خليل مصر الله يرحمه وغنى لمين يا سمير ليه
دكتور سعيد عبده، احمد توفيق زكي، خليل المصري، غنى الناس تانيين، وبعدين كمال الطويل، وبعدين محمد. طب كان اول عمل بقى تعملوه انتوا الثلاثه، حضرتك والاستاذ الموجي والفنان عبد الحليم؟ عملت اول حاجه لعبد الحليم الاغنيه ظالم وكمان رايح تشكي، دي اول حاجه. بس ما عملناش اسطوانه. احنا لحقنا اخر فتره للشركه اللي كان اسمها شركه اوديون زمان، ام كلثوم شركه اوديون وحاجه زي كده. عملنا شركه اوديون دي غنوه اسمها سلامات زيكم يا اسرين قلبي للفنان عبد الحليم. سلامات زيكم يا اسرين قلبي، غريب وجيت حيكم اسال على حبي. سلامات زيكم يا اسرين قلبي، غريب وجيت حيكم اسال على مباشرة. عملنا في شركة بيضافون اللي هي كانت كايروفون بتاعت عبد الوهاب وعبد الحليم، كايروفون دي أصلها بيضافون، وعملنا فيها مثلا صفيري مر. فعملنا في شركتين أسطوانات، واحدة انتهت وواحدة كانت لسه موجودة بتاعت بيضافون دي، وبعدين اتقلبت الشركه بقى عبد الحليم وعبد الوهاب وبقت كايروفون اللي هي بقت صوت الفن حاليا. لكن صافيني مره يعني لاقت نجاح او عملت هزه يعني في نوع الاغنيه اللي كانت بتسمع في ذلك الوقت، يعني يمكن الكلمه واللحن والاداء الثلاثه مجتمعين. والله عاوز اقول لك حاجه، الشهاده لله، الله يرحمه عبد الحليم كان فلتة من الفلتات او اعجاز من ضمن الحاجات المعجزة. طبعا انا في السن بتاعي ده في الفترة دي عاوز اقولك قابلت ناس كتير اوي، فنانين زمايل وحبايبي. عبد الحليم نوعية تانية خالص 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 خالص، حاجة تانية، حلاوه يعني. فربنا كان كرمنا ان احنا كان معانا حلاوه، واحنا كمان الحمد لله ما كناش وحشين يعني. لو كنا احنا وحشين وعبد الحليم حلاوه بس برضه كنت هقول لك، شوف بقول لك عليه ايه، ما كانش برضه الحلاوه بتاعته هتقدر تمشي لوحدها. لا هو لازم يبقى متكامل. وبعدين احنا ما كناش مؤلف وملحن بالنسبه لعبد الحليم، ودي غلطه كبيره جدا بقى عاوز اقول لك عليها دي. مؤلف يعني بكتب اغنيه لمطرب او لمطربه ما، وملحن بياخد الغنوه دي من الورقه دي يعمل لها جمله تتكتب في نوته وياخدها المطرب ويتفضل يأديها. لا احنا ما كناش كده بالنسبه احنا التلاته مع بعض، لا انا مؤلف ولا محمد كان ملحن ولا عبد الحليم كان مطرب، احنا التلاته كنا مؤلفين وملحنين ومطربين، احنا التلاته بنغني، واحنا التلاته نتكلم في المزيكا، واحنا التلاته نتكلم في الكلام. ولو اني شويه كنت انا يعني انا كنت يعني اصغر الاثنين، محمد وعبد الحليم انا اصغرهم، وكنت انا زي ما تقولي الريس بتاعهم، انا بتاع الكومبينه دي، انا اللي بمشي الامور. طب حضرتك بتقول للاسف ليه؟ يعني انا اصغرهم وكنت انا صاحب الكلام اللي انا بمشيه، يعني انا هما كانوا يخافوا مني. فيقول لك سمير يعني يعملوا حسابي. فما كانوش بيناقشوني كتير في الكلام. ده مش معناه ما كانوش بيناقشوني يعني بمحبه، مش شيل وحط، لا دي معناها ايه؟ عبد الحليم كان ما يعني مش عارف المعنى ده او بتقصد من كده ايه، انما شيل وحط واشطب دي، لا دي مش بتاعته. الله يرحمه ما كانش بيتكلم معايا في حاجه زي كده. الموجي مثلا ممكن يقول لي الجمله دي، الكلمه دي، اللفظ ده متعبني وانا بقول الجمله دي، او بقول اللحن ده في الجمله دي او في المقام ده، ما تغير لي اللفظ ده، ممكن. كنت انا بعتد شويه بنفسي، انما برضه كنت بديهم فرصه وبنتكلم سوا، زي ما بقول لهم لا المزيكا دي الجمله دي لا وحشه، ما انا بغني كنت معاه.
فكنا احنا الثلاثة واحد، تاجري سمير مؤلف ملحن مطرب والموجي كذلك وعبد الحليم، بنعمل العمل احنا الثلاثة ماضيين عليه اوكي وننزله للناس. الحمد لله ما فلتتش حاجة، الحمد لله عملناها وفلتت، يمكن بتختلف نسبة نجاح غنوة عن تانية، انما المجهود والاخلاص والمحبة واحد، او الفن واحد بنشتغله كشخص واحد رضينا عنه خلاص بأمارة حاجة ايه. لما عبد الحليم جاء في اسكندرية والناس ما قابلتناش كويس في اول لقاء عبد الحليم بالجمهور في اسكندرية، ومرضيش يغني ويكمل الموسم او السيزون هناك وقتها 53 اظن 52 53 يعني اما سيبنا المحل اللي هو المسرح القومي اللي كان بيشتغل فيه عبد الحليم، مش خدنا بعضنا ومشينا قلنا لا لا ده احنا ما فاشلين وازاي وابصر ابدا، ده احنا زدنا اصرار امام هذا الجمهور قاطبة اللي ما قابلناش كويس، انت مش كويس، قلنا له كده انت مش كويس. لا هو كنت بتقدمه حاجة جديدة، الجمهور ما كانش لسه متعود على هذه النغمة، سواء نغمة موسيقية او هذه الكلمة او هذا النوع من الاداء. شكرا، ده يعني ده حاجة يعني اشكرك طبعا، ده اطراء كبير قوي. هو مش عاوز اقول ده يعني، عاوز اقول كان لون احنا عملناه يقول منه عبد الحليم زي ما قلت لك احنا واحد، كنا شايفين كده ان الكلام ده يتعامل باللحن ده ويتأدى كده بالظبط. فكان عندنا اللي بينفذ كل ده في المؤلف اللي بيجتهد وبيدور وبيعمل، وكمان الملحن اللي ثلاثة شركة غنوة شركة طبعا. ما هو ده نجح يا استاذ سمير حرك يعني. ما انا جاي لك اقول لك ايه، ان الجمهور لما ما قابلش ده اصرنا ان احنا على حق. تاني سنة عبد الحليم نجح باللي ما قبلهوش السنة اللي فاتت، ما غيرناهوش اطلاقا، اذا احنا كنا صح. بس فده اللي بقولك عليه، لولا ان احنا كنا كفرد واحد وبنقدم العمل واثقين جدا برغم ان الجمهور يقول لا احنا لا احنا صح، وحنثبت واثبتنا ان احنا صح، هو كان مخطئ. هو زي ما قلت بالظبط، اللون كان جديد شويه بالنسبه للجمهور، مش متعود، مش واخدين على اللون الناعم ده في الاداء. كنا سوا قلبين، الحب جمع شملنا، والعين تقول للعين احنا اتخلقنا لبعضنا، لكن يعني مش عارفة يعني عماية الصداقة هنا يعني، أو في تصورك مش ضروري هنا عماية الصداقة في إيجاد العمل الفني أو طلوعه للناس. أيوه مهمة يعني، بتزيد بتثري العمل ولا ممكن لا؟ ما فيش شك، أنا لو ما فيش صلة بيني وبينك، ولنفرض يعني اسمحي لي مطربة وأنا رجل مؤلف، ما لم يكون في ود أو تعاطف، ده ما يمنعش ان اي مؤلف بيكتب لاي مطربه حتى ما تعرفش شكله. لا هاتي فيه ود، هاتي فيه عمار، هاتي فيه معرفه، هاتي فيه اي دواعي بتربطني بالمطربه دي، اخوها صح، مثلا استاذها اللي معلمها، هي نفسها كفنانه انا يعني بحترمها او بحب اسمع صوتها، وانا كراجل بكتب ما انا فرد من الجمهور بسمع وبحب اسمع وانبسط واتذوق، وليا اعجاب بالمطرب الفلاني او المطربه دي عاوزه تغني لي والى اخره، يطلع احلى العمل قطعا بمحبه باخلاص. ممكن اكتب هو ايه يعني اغنيه بكتبها في موضوع وخلصنا، بس في حاجات مقومات للغنوه، وبعدين مش قولي الغنوه الناجحه ايه مقوماتها، لا ابدا. الكاتب الكويس او المخلص
في أي عمل بيعمله هو هو. النجاح ده بقى بتاع ربنا أو ظروفه، وليه مناخ معين وليه ظروف معينة بيعدي فيها، يعدي ما يعديش. إنما أنا هو أنا اللي بكتبه بنفس الإخلاص بنفس المحبة. تقولي طب ما تكتب لواحد ما فيش بينك وبينه أي كونتاكت، أقول لك لا، ما أنا ما كتبتش نقط في الفرصة دي لحد كتير. أنا مفيش. أنا كتبت عبد الحليم وبعدين جه في الوسط مثلا صباح اللي هي أسمر أسمر مثلا، وفي غيرها. إنما يعني أسمر أسمر دي مثلا اللي فكرتيني بيها دي ليها ذكر إيه؟ عندي جميلة جدا. أما جيت أتجوز مثلا قالوا إن العريس مؤلف بقى وحيقعد العروسة مع المغنواتية بقى والرقصين وحكايات كده هوت، وكمان أسمر يعني، هو يعني ما فيش شعر أصفر وبتاعه وبخضر، لا أسمر كمان. فطبعا زعلت، وفي تفاهم بقى بيني وبين العروسة، فإزاي يقولوا كده؟ فقلت لها طب وهي طبعا وصلتني ده ووصلني ده واحنا متفاهمين، فقلت لها طيب ليك عليا اخلي واحده بيضة تغني للاسمر، وانا يعني اذا كنت جيت عندكم يعني طيب ده نشوف الحكايه دي يعني. فكتبت لها حكايه اسمر اسمر، طيب ماله، والله سماره سر جماله، ما دام حبيبنا وحينسبنا ماله الاسمر يعني. دي غنوه مثلا فكرتيني ليها ذكرى عندي دي، او اول ما اتجوزت. وبعدين اسمرت الغنوه دي اسمرت خمس تنفار. حضرتك عندك خمس اولاد؟ في حمدي ده مهندس خريج دفعه السنه اللي فاتت مدني، وفي رضا برضو مهندس ان شاء الله يتخرج السنه الجايه مهندس ده مساحه. واحد حمدي كان في عين شمس جامعه عين شمس كليه هندسه عين شمس، ورضا الزقازيق. وفي بنت ان شاء الله بكالوريوس كليه التجاره عين شمس السنه الجايه، وفي مجيب ثانويه عامه، وفي رؤوف في ثانيه ثانوي. ربنا يخليك. ادي اسمر اسمر كانت نتيجه هذه الاسمر اسمر يجوا الخمسه دول. اسمر اسمر طيب مال، اسمر اسمر طيب مال، والله سمر سر جماله، والله سمر سمر وسر جماله، مادام حبيبنا وحيناسبنا، مادام حبيبنا وحيناسبنا، ماله 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 الاسمر الاسمر. حبيبنا وحيناسبنا، مادام حبيبنا وحيناسبنا، ماله 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 الاسمر الاسمر. طب استاذ سمير محبوب، يعني لو نفكر كده ونقول صفيني مره وظالم وبتقولي بكره ويا حلو يا اسمر ويوم عيدني بكره واسمر اسمر، اغاني كانت بتملا سماء او ساحه الاغنيه العربيه. أيوة. لكن توقفت عند فتره زمنيه بعيده قوي وما سمعناش جديد للاستاذ سمير محبوب، او جايز يكون مش بهذه ما خدتش هذه الشهره ولا اللمعان ده. يعني ايه اللي حصل في نقول ايه الشركه الناجحه بينك وبين استاذ الموجي؟ للاسف اتفركشت للاسف، بختمها كده يعني. بيقولوا الحلو ما يكملش، هي الشركه كانت حلوه جدا زي ما الحمد لله يعني قدرنا نثبت ان الشركه ناجحه. زي ما انت عارفه في الاخر يجوا الشركه يتخانقوا سوا مع بعضيهم ومش فاهم ايه، والنتيجه ضريبه النجاح بقى ضريبه النجاح، ويتخش الناس واللسنة والكلام والنق ولا بيقولوا ايه ولا الزن والغيرة والحقد، والمؤلفين بقى دخلت والملحنين دخلت واللي بقى يخش. فاحنا احنا زي ما قلت لك في الاول احنا ما كنا احنا بنحب الحكاية دي، وبعدين الحب ما يكرهش، فكنا بنفسح المجال للعناصر. اتفضل عاوز عبد الحليم تكتب له سيدي اكتب له، واللي عاوز يلحن له لحن، زيد وزمايل وحبايب اتفضلوا يعني مش شغلان. وبعدين يعني بقت حاجات كده بقت تضايق، منغصات
مش واخدين عليها لنا مثلا ولا محمد، فمحمد يبطل شوية. أنا بطلت يعني بس عملت محمد يعني أنا معاك، أنا معاك محمد كان مستمر. أنا اتضايقت بقى لأن أنا اللي عملته كله ده عشان انتقل لواحد بيمسك قلم وبيكتب أحاسيس يعبر عنها بإخلاص، وألاقي يعني أتموسفير مش هو. طب يعني حتى كنت تكتب لمطربين او مطربات اخرين؟ كتبت بس انت ما لانهم لهمش يا عيني بقى الظروف يعني انت تعرف انا كاتب نجاح سلام. انا كتبت نجاح سلام وكتبت لشريفة إيه؟ فاضل. ايه كتبت ايه؟ ما احبش الا العسكري. حاجه بتقول ما احبش الا العسكري. نجاح سلام وكتبت الانديل وكتبت المحرم اهو كده بالحب بيقولها، وفي حاجه تانية لسه بنعمل عليها بروفات دلوقتي بمناسبه السلام دي اللي قلنا او كده بالحب دي وباشجع قلب يعني وشاديه اليومين دول ان شاء الله بنسجل لها اهوت. يعني كتبت الناس كتير يمكن انت ما تاخديش بالك منهم لظروفهم او مش اللمعين اللمعان بتاع عبد الحليم. يعني لا الاسماء اللي حضرتك ذكرتها كلها لمعه، ما اعرفش انا بتصور ما عندهاش بخت بقى. عارفه لمعه دي بقى. عارفه لمعه دي ما عندهاش بخت، يعني اهي لمعه فعلا يمكن لمعت في فتره ما وتبص تلاقي فين، يعني فين الغوريه اللي عبد الله انديل مثلا وبين شطين وميه والغوريه وفين الحاجات الحلوه دي كلها، امثال يعني حاجات دي الانديل وامثال نجاح سلام شاب الاسمر والى اخره. وبعدين بلاش ده، وفي اللهم صل على النبي في الحاجات محرم يا حبيبي قول لي اخر جرح ايه والحلوه داير شباكها يعني ايه. حضرتك بتقول الحاجات دي الحاجات اللي عملتها بعد كده ملهاش بخت ولا حضرتك كسلت؟ لا انا بقول دي حاجات اهي، ما هي دي انا قلت الحاجات دي مش بتاعتي، بتاعت حاجات محرم دي مثلا اهو راجل مطرب بيغني في مصر فين ده؟ في حاجات منغصات انا مش عاوز اتعرض لها ولا عاوز اجيب سيرتها، انا بقولها كده اهو وضايقتني. وبعدين انا بكتب بمزاجي يعني انا لو انا محترف الكتابه دي كنت استمريت يعني للاسف لا ابدا انا كنت شحت. لو احترفت لو انت يعني معتمد عليها في حياتك يعني. انا بحسب خدتها كصنعه وانك تكتب على طول. لا كنت شحت النهارده. هو حضرتك استمريت في الوظيفه؟ لا ما هو ده بقى اللي انا مزعلني بقى، ما ده انا بقى يعني انا سبت الوظيفه من ساعه ما ابتديت يعني اخش بقى في الحدوته وبقيت مؤلف ومش فاهم ايه وقال يعني بقى بكون شخصيه مؤلف وحاجات زي كده وفي شويه دعايه والى اخره، فسبت بقى الوظيفه بقى قال يعني كنت متصور ان الفن ده يكفيني حتى من الناحيه الماديه مثلا. للاسف ما كفنيش والحمد لله مستوره من بره يعني مستوره بطبيعتها الحمد لله. طب الحمد لله. والصحافه بالطبع سبتها؟ كل ده سبته وتفرغت للكتابه. فطبعا عانيت برغم زي ما بقول لك انها مستوره والحمد لله انا باكل من بيتنا زي ما بيقولوا. والكتابه دي لغايه النهارده برغم الفوق ربع قرن في هذه الكتابه ما فيش يوم من الايام خدتها كوظيفه او كحرفه او احتراف، لغايه النهارده بكتب زي الهوا وبسعد جدا لما اخلص غنوه وافرح بيها جدا لما تنتشر او تنجح، ابقى سعيد جدا. الحمد لله ما تلونتش بصبغة الاحتراف في الحكايه دي. فما كنت اتضايقه وازعل اروح سايب المجال خلاص. لكن لما بتسيب او لما سبت هذا المجال فتره طويله بعد يعني نجاحك الباهر مع عبد الحليم واستاذ الموجي، كنت بتكتب اشياء ومش ضروري تغنى او ضروري تطلع؟ يعني كنت الكتابه برضو مش قادر تسيبها ولا كنت بتسيب القلم خالص؟ لا 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 ابدا. انا عندي في البيت مثلا اقول لك ايه، انا عندي في سندي مثلا. طب ما بتحاولش تجمعهم في كتاب تظهرهم مره تانية ممكن يغنوا؟ للاسف زي ما بقول لسيادتك بالظبط انا لم اصبغ بصبغه الاحتراف، مش فكره حتى الاحتراف حتى ان اعمل كتاب ما لمجرد احتراف يعني انا يبقى في ماده. لا انا عايز اقول ان يعني دلوقتي في كلام كتير عن النهوض بالاغنيه المصريه ومن ضمن طبعا النهوض بهذه الاغنيه الكلمه. ايوه حضرتك كاتب. ايوه وكتبت يعني احلى الاغاني. الله يفرجك. وبتقول كاتب عندك في البيت. طلع للمطربين والمطربات ما تضطرنيش ان انا اقول لك استحاله اطلعهم فين مثلا في السفيره عزيزه يرضيكي برضو. اديني الامكانيات واديني الاصوات واديني البيبان اللي انا اقدر اطلع لك ومش انا بس. طبعا لا ده انا فرد
خلي بالك في زي كتير قوي كويسين وحلوين جدا كمؤلفين، وفي ملحنين حلوين جدا متقاط، وفي شباب يا عيني مش يا اقول لك ايه، عبد الحليم حافظ لولا ان ربنا بيكرمه كان من الصعب برغم الفلتة او الاعجاز كراجل، انا بعتبره ده راجل فلتة زي ما قلت لسيادتك، برغم ده كله لولا ان ربنا بيحبه واراد لي انه يفوت في وسط مين، عبد الوهاب، فريد الاطرش، محمد فوزي، ام كلثوم، عبد المطلب، عبد الغني السيد، عباس البليدي، كارم محمود، عبد العزيز محمود، عبد اقول اعدلك ايه، في وسط كل دول عبد الحليم بيفوت وبيثبت وجوده الله يرحمه. ده حاجه حلوه جدا، ربنا اللي اراد. كان ممكن عبد الحليم لولا ان ربنا يعني اراد كان يفضل يغني 20 سنه ما حدش حاسس بيه برغم انه حلو. فهناك فرص. انا مستعد كل يوم اكتب، ده ما مش هتحسي برضه، انا ممكن اكتب كل يوم غنوتين ثلاثه المطربين كل يوم وما تشوفوهمش. معلش يا استاذ سمير، يعني طبعا اللي حضرتك بتقوله في جزء كبير من الصحه، ولكن حضرتك بتقول اكتبه فين دلوقتي؟ دلوقتي ما تقولش اكتبه فين، لان دلوقتي فعلا يمكن لو كانت مرت علينا فتره حصل فيها يعني نوع من الركود او مش لاقيين الطريق الصحيح او لكن بتصور ان دلوقتي يعني ابتدينا، يعني حضرتك ضروري بتسمع ان في حفلات اضواء المدينه بتقام دلوقتي على أنا طول. انا من ضمن الناس اللي كنت بنادي بالموضوع ده. ما انا كمان خلاص، ما انا كمان اهو دلوقتي في ياسمين الخيام مثلا، اهي دي واحده مطربه من العهد الجديد، بتعاون مع ياسمين الخيام، عملت لها حاجه وفي حاجات يعني هيطلع في الاذاعه. حضرتك قلت لي فين دلوقتي الاذاعه هتطلع لك؟ الله يكرمك. طب يعني بس صبرك بقى عليا، لانك هتسمعي غنوه مثلا وبعد كده تسمعي غنوه ثانيه مثلا كل 3 اشهر. حلو. طب وده وحش يعني؟ الغنوه لما تلمع كل 3-4 اشهر تلمع اغنيه زي صفيني مره مثلا، والله ده جميل. ده كل سنه ربنا كل سنتين ربنا يسمع منك يعني. يا ريت. انا بقول يا ريت كده فعلا، ان انا بتمنى ده. مش ليا هذه الكلمه الجميله، الله يكرمك. يعني مش ممكن، لا انا مش ليا والله ابدا. انا عاوز لكل زميل ولكل انسان، مصر محتاجه كل ايد. يعني حقيقي وهاء في هذه الفترة بالذات اللي عنده أي جهد لابد إن هو يقدمه ويكثفه يعني. مفيش كلام. إحنا بلدنا بنعيد إزدهارها وبنعيد مجدها، وزي ما الرئيس بتاعنا بيقول كل إيد مخلصة بتضن، أنا ما اعتبرهاش مصرية، وكل مصري مطالب الآن إن هو يقدم أحلى ما عنده. كل إيد مصرية بتضن بالعرق والدم كمان عشان مصر، انا ما اعتبرهاش مصريه. والحمد لله رب العالمين، البشاير بتقول ويسمع بوقك ربنا. يا ريت استاذ سمير، واحنا مستنيين. قول يا رب. يا رب. صاحبتكم أمينة صبري في ساعة كاملة مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.